معكم بتركيات هذا الأسبوع. بداية مع صورة عائلية محزنة، انتقالاً لعمليات اعتقال تخص قيادات نسائية في جماعة فتح الله يولان، ومع أخبار لا تبشر بالخير لحزب الشعوب الديمقراطي، بالإضافة لصورة هزت وسائل التواصل الاجتماعي، ونهاية مع آخر أخبار قطة اسطنبول الشهيرة. بداية مع أخبار الإرهاب والعمليات التفجيرية. شايف هاي الصورة؟ لم يبقى منها سوى شخص واحد على قيد الحياة، حيث قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد استهداف عناصر تنظيم البيكاكا لسيارة نقل قوات الشرطة الخاصة بسيارة مفخخة بمنطقة سور التابعة لمدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد، وانقتل نتيجة التفجير الأم وبناتها الاثنين وأحفادها اللي كانوا جايين على المدينة بهدف الزيارة، بينما بقي الأب على قيد الحياة وتحت العناية المشددة بالمستشفى. انتقالاً لعمليات اعتقال واسعة على خلفية الانقلاب، هالمرة طالت الاعتقالات الإخوات الكبار أو مثل ما بيسموهم بالتركي الأبلالار في مختلف المدن التركية، حيث اعتقلت قوات الشرطة 22 أبلة حبست 20 وحدة منهم بمدينة أوشاك الواقعة بين منطقة إيجي ووسط الأناضول، على خلفية تورطهم مع جماعة فتح الله يولان وتنظيم البيدي. ومن المعروف أن الجماعات تعتمد اعتماد كبير على ما يسمى الأبلة أو الآبي يعني الإخوة الكبار لإدارة البيوت الطلابية أو مؤسسات التابعة لجماعة فيلان، وأحضار مريدين جدد من الشباب الصغار بالذات في مختلف المدن التركية، وبشكل بهالطريقة نظام خلايا معقد يصعب اختراقه بسبب تنوعه وانخراطه بمختلف شرائح المجتمع. وكمان ما بننسى الأبلة إليف اللي مسكت وهي متخبية بحظيرة للحيوانات في إحدى قرى مدينة دجة الواقع على البحر الأسود شمال غرب البلاد، والمعروف عنها إنها الأبلة الكبيرة المسؤولة عن المدينة كلها. ومع أخبار السياسة الداخلية، بأن البروفيسور أزار سانجار صاحب شركة متروبول للأبحاث والاستقصاء أنه انخفضت أسهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عند الأتراك وتراجعت لنسبة 8%، يعني ما عاد بإمكان الحزب تخطي العتبة البرلمانية إذا صار في انتخابات جديدة واللي لا تقل عن نسبة 10% من الأصوات الانتخابية الكلية بحسب الدستور التركي. وبرجع السبب الرئيسي للانخفاض المفاجئ مواقف الحزب السلبية تجاه العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة موقفه وقت الانقلاب. وأحد أهم المظاهر على هذا الانخفاض هو حضور شعبي لا يتجاوز العشرات لخطاب رئيسة الحزب فيدان يوكسكتا في مدينة آر شرق البلاد، على الرغم من أنه غالبية السكان من الأكراد، بالإضافة لموقف الحكومة من الحزب بعدم دعوته للخطاب المليوني في ميدان يانيكابا، مع العلم أنه تم دعوة جميع الأحزاب، وكمان تم تنحيته من المباحثات البرلمانية مشان مسألة تغيير الدستور اللي عم تجري في البلاد مؤخراً. وننتقل لخبر ظريف، ومع 2 مسنين ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورتهم وهن النايمين داخل قصر الرئاسي بإشتيبي بأنقرة بعد ما دعاه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للقصر، وكانوا قضوا يوم طويل بمشاركة آخر يوم في صون الديمقراطية ضد الانقلاب. ونهاية مع خبر محزن لأهالي اسطنبول، وفاة القطة الاسطنبولية الشهيرة تومبيلي يعني طبوشة بالتركي بعد معاناتها من المرض لشهر كامل، وكان في للقطة متابعين كتار على فيسبوك، ونشرت القطة بالأساس بعد اكتشاف موقع الصور الشهير ناين جاك إلها، ونشر صورها وهي قاعدة ومسترخية مثل الأغوات.